الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن هتلر من اول نشأته، طفولته، مراهقته، وصولا للحرب العالمية الاولى كجندي. النهاردة هنتكلم عن انضمامه لحزب النازي. هيكون الفيديو الثالث عن هتلر والفيديو الخامس في سلسلة الحرب العالمية الثانية. يلا نكمل الحكاية. في تفصيلة ما كانتش واضحة في الفيديو اللي فات عن موضوع هتلر والاشتراكيين، وفي كومنتس جات لنا انه لا ده كان ضد الماركسيين والشيوعيين فقط، لكنه ما كانش ضد الاشتراكيين لانه هو كان اشتراكي. هنعمل فيديو مخصوص نرد فيه عن هتلر كان اشتراكي يساري ولا لا، لان الموضوع كبير قوي، فيه جدل واسع لازم نتكلم فيه بالتفصيل. لكن احنا ما زلنا عند كلامنا انه هتلر كان ضد الاشتراكيين، خصوصا حزب الاشتراكي الديمقراطي الاس بي دي اللي كان برئاسة ايبرت. الحزب ده كان واخد اغلبية وقت ويليام الثاني، فطبيعي جدا لما ويليام الثاني يتنازل عن العرش الحزب هو اللي يتولى الحكم. فتولى إيبرت رئيس الحزب الفترة الانتقالية كمستشار، وبعد كده تم ترشحه كرئيس. فإيبرت حكم من 1919 ل 1925، وبعد كده مات موتة طبيعية، وجي حكم مكانه القائد العسكري هيدنبرغ، اتكلمنا عنه زي القائد العسكري لودندوف في الحرب العالمية الأولى. ففترة حكم إيبرت كانت صعبة جدا، فإن هو أولا الهزيمة بتاعة فرساي اقترنت بيه، تاني حاجة كان لازم يواجه الفقر والمجاعة اللي حصلت في ألمانيا، تالت حاجة كان في معارك ما بين الشيوعيين هم عايزين يسيطروا على الحكم، وفي ناس تانية عايزة ويليام الثاني يرجع للحكم، فكان هو اللي بيواجه كل المشاكل اللي في ألمانيا دي. هتلر لا كان حبه ولا كان حابب الشيوعيين ولا كان حابب أي حد في الفترة دي، وما كانش طايق نفسه بسبب العار اللي لحق بالقومية الألمانية وقتها، فهو ما كانش بيحب اليساريين لا شيوعيين ولا اشتراكيين. ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الثورة الألمانية، الجمهورية نفسها بقى لما تحولت اتسمت جمهورية الفايمر، والحكومة نفسها بتاعت إيبرت كان اسمها حكومة الفايمر. ليه بقى؟ لأن هما ما كانوش عارفين يعقدوا أول جلساتهم أو اجتماعاتهم بسبب الشغب الموجود في الشارع، فاضطروا إن هما يروحوا لمدينة الفايمر ويعقدوا أول اجتماعاتهم هناك. دي هتضم اتنين، إيبرت وهيدنبرغ فيما بعد، إلى أن بيتولى هتلر الحكم. يعني جمهورية الفايمر حكمت من 1919 ل 1933. طيب حكومة هتلر ليه اسمها Third Reich أو رايخ الثالث؟ أولا كلمة رايخ معناها Realm بالإنجليزي، أي مملكة أو حكم بالعربي. الرايخ الأول نسبة للإمبراطورية الرومانية، والرايخ الثاني بعد توحيد ألمانيا فترة الإمبراطورية وآخر حاكم ليها هو ويليام الثاني. ثالث رايخ هي نسبة لألمانيا النازية وحكومة هتلر، يعني حكومة الفايمر بتيجي ما بين الرايخ الثاني والرايخ الثالث. في عندنا مجتمع اسمه تول سوسايتي، ده ظهر بعد الحرب العالمية الأولى، كان فيه 250 عضو في ميونخ و1500 عضو في بافاريا. هتلر ما كانش عضو فيه. ايديولوجياته تزكية العرق الآري، العرق الآري ده شعب الله المختار فوق الناس كلها، وليهم أعداء البلاشفة والشيوعيين، وفوقيهم بقى اليهود ما بيطيقهمش خالص. اي عدو ليهم في كفه واليهود في كفه لوحدهم، الاختلاط باليهود هو اللي دنس عرقهم وهو السبب في الهزيمه، ومجتمع سام جدا وعندهم مؤامرات دوليه، واليهود هي اللي بتبوظ المجتمعات من الداخل، ويجب التخلص منهم وعدم الاختلاط بيهم خالص، وان احنا نقضي عليهم للاخر. مش الافكار دي نفس افكار كارل لوجر اللي هتلر متبني ايديولوجياته برضو؟ فهو صحيح هتلر ما كانش عضو في التول سوسايتي، ولكن الأفكار هتبتدي تتلاقى. بدأ عضو من ضمن التول سوسايتي اسمه أنتون دراكسلر يعمل حزب العمال اللي اسمه DAP، يعني حزب العمال الـ DAP خارج من عباءة التول سوسايتي، فالأفكار بتاعت الـ DAP هتبقى نفس أفكار التول سوسايتي. دراكسلر ما كانش لوحده، كان معاه ناس كتيرة مؤسسة، من ضمنهم شاعر أرستقراطي جدا اسمه إيكارت. الراجل ده كان كاتب معروف، وكانت كتابته بتعرف تصيب الأهداف كويس قوي في الأفكار اللي هو عايز يوصلها من خلال المجتمع بتاع التول سوسايتي ده، وكان بيعرف يسخن العامة كويس قوي ويقول لهم إنه اليهود هم اللي سبب في اللي احنا فيه ده، هزيمة دي بسبب اليهود، وكان بيناشدهم من خلال جريدة بتاعته اسمها أوف كوت دويتش. وكمان بدأ يأهل الناس لفكرة المسيح المنتظر، طبعا تشبيه يعني على رجل اللي هيجي ينقذ ألمانيا والقائد، وقعد يرسم لهم في مخيلتهم ان في حد قوي وبيعرف يتكلم وسياسي محنك وشخص في منتهى الذكاء هيجي وهيخلصنا من اللي احنا فيه، من العار اللي احنا فيه ده، وهيعلى بألمانيا وحالنا هيتغير ويختلف تماما. الحرب خلصت، هتلر ما عندوش حرب يشتغل فيها، جيش طلب منه حاجة معينة جدا، قال له احنا لازم يكون لينا ودان في كل حتة،
هتروح تتجسس لنا على حزب العمال الدي اي بي. هتلر مفروض يبقى قاعد في ركن معاه ورقه وقلم عمال يسمع الاجتماع بتاعهم عامل ازاي. هما كلهم على بعض، يعني كانت خروجه صحاب، يعني اعضاء مش كتير خالص يعني، وكانوا قاعدين في حانه حاجه زي بار كده او كافيه. فمفروض بقى هتلر قاعد يسمع ويكتب في صمت. المهم بداوا يستعرضوا افكار التول سوسايتي بتاعتهم، كارهين اليهود والوطنيه والقوميه واحنا حصل فينا وجرى وبتاع، ويردوا على بعض وكده. هتلر المفروض جاسوس بس معرفش يمسك نفسه، راح قايم وواقف فوق الترابيزة وقال لهم ازاي، وبدأ يهتف ويخطب في الناس. جاسوس بدأ يخطب في الناس، يا عم اقعد هتفضحنا. مفيش، بدأ بقى يقول الأفكار بتاعته اللي هو متبنيها من نمسا من كارل لوجر، وجاكسلر بقى وإيكارت والناس بتوع التول سوسايتي قاعدين يتفرجوا عليه انبهروا وعينيهم طلع منها قلوب. ايه الحلاوه دي؟ ودول يشتموا في الشيوعيين وهو يرد عليهم يقول لهم ايوه، ودول يقولوا لازم نتخلص من اليهود وهو يقول لهم هنتخلص من اليهود، وحاجات زي كده. مين بقى عينه فنجلت اللي كان بيمهد للناس وبيقول لهم المسيح المنتظر والرجل والقائد؟ إيكارت. بص له كده ولقى هتلر عنده فن الخطابه، قال لك بس هو ده الراجل اللي انا معشم الناس ان هو هيظهر، لازم اجيبه واتبناه وهو ده رجل المرحله. مش بس إيكارت اللي عينه لمعت في اللحظه دي، في كمان رودولف هيس. الراجل ده دراع هتلر اليمين وهيكون اهم رجال النازيه ونائب هتلر، وهو اللي اطلق عليه لقب فيوغا اي القائد، وكمان هيساعد في كتابه كتاب هتلر ماين كامف من السجن. هتلر بعد كده هيتسجن، اكيد هنحكي عن الحته دي. كان بيدخل السجن ويساعد هتلر في كتابه ايديولوجياته والافكار اللي هو مؤمن بيها. لينا ان احنا نتكلم على رودولف هيس كمصريين. ايوه، ليه بقى؟ لان رودولف هيس الماني الاصل والجنسيه لكنه مصري النشأة. رودولف مولود في الإسكندرية سنة 1894 لأسرة ألمانية، أبوه كان بيشتغل في تصنيع الآلات الزراعية. مش بس كده، بعد كده انتقلوا لمحافظة الغربية. يعني رودولف بيتكلم مصري، مش مصري خواجات بقى، لا مصري فلاحي أصلي. فيما بعد لما قامت الحرب العالمية الثانية، بعت خطاب لرئيس الوزراء لتأمين خروج أسرته الألمانية من مصر بخطاب عربي عادي جدا، واحد هويته مصرية. مش بس كده، هو كمان كان موهوم بعلم المصريات وكان عايز يدرس الايجيبتولوجي من كتر ما هو بيحب التاريخ المصري، لكن بما ان ابوه بيشتغل في التجارة والحاجات دي فما حسش انه يعني في الاخر هترسلها على دراسة التاريخ، هو عايز ابنه يطلع في البيزنس اللي هو شغال فيه، فسفروا ألمانيا علشان يدرس وبعدين يرجع تاني يشتغل معاه في التجارة اللي هو كان بيشتغل فيها. أثناء وجوده في ألمانيا قامت الحرب العالمية الأولى، فتطوع مع جيش بلده وبدأت حياته العسكرية. وبعد كده بقى خلصت الحرب، دخل التول سوسايتي، ومن التول سوسايتي دخل حزب العمال وقابل هتلر فيما بعد. نرجع تاني لإيكارت وهتلر، لأنه إيكارت يعتبر الأب الروحي لهتلر. طبعا هتلر خلص الحماس اللي هو فيه والخطاب اللي قاله ده، فقال لهم يلا يا جماعة أنا ماشي، سلام عليكم. قالوا له أنت رايح فين؟ تعالى هنا، أنت لقطة بالنسبة لنا، ما أنتش ماشي هتنضم للحزب. وفعلا انضم للحزب كعضو رقم 55. من كتر ما هم كانوا صغيرين كلهم على بعض، يعني ده عيد ميلاد، يعني ده عدد ناس قليل جدا، سجلوا نفسهم في الحزب ب 500. فأحيانا بيبقى فيه مقالات أو مصادر بتقول إنه هتلر كان رقم 555، لكن هو في حقيقة الأمر عددهم كان قليل قوي، فهو هتلر رقم 55 بس من غير 500. في مشكلة هتقابل إيكارت إحنا عارفينها، إيكارت مش عارفها، اللي هي ايه بقى؟ انه هتلر بينتمي لطبقة متوسطة جدا، وبعد وفاة ابوه وامه كمان انحدر، وقبل الجيش وبعد الجيش يعني مش هيعلى في الطبقة بتاعته. ما كانش عنده فرصة ان هو يتعلم مانرز وسلوكيات ارستقراطية واتيكات، وان هو يتكلم ازاي ويعمل ايه. والمجتمع بتاع إيكارت مجتمع ارستقراطي جدا، ووصف إيكارت نفسه بيقولوا عليه مصطلح فرنسي كده بيقولوا بون فيفر، اللي هو الليفينج ويل، الناس اللي عايشة طول بعرض، قيمة وسيمة وسيجار وبدل وكاسات ومتعلم قوي، وحاجه يعني كرام دولا كرام كده، كرمت المجتمع يعني. ازاي هتلر هيجي وهو مش على قدر من الثقافه والعلم والسلوك واللبس الهيئه بتاعته؟ ازاي هيأثر وهيكون قائد ورجل المرحله؟ مسكوا إيكارت بالظبط بالظبط زي افلام انور وجدي، اول حاجه لبسه وأيفه وشيكه جدا. تاني حاجة بدأ يعلمه الاتيكات، ازاي ياكل يشرب يتكلم، يبقى تري جانتي مع الستات، ويبقى لبق مع الرجالة، ويعني يبقى راجل كده عتد وجنتلمان. تالت حاجة
الرجل الغير مثقف وغير متعلم بيبان من خلال لغته، بيبقى مخزونه لغوي ضعيف وفقير جدا ومفرداته قليلة. فبدأ إيكارت يقعد مع هتلر يقول له انت عايز تقول لهم ايه، ايه الافكار الايديولوجيات اللي انت عايز تطرحها. فيبتدي هتلر يقول له عايز كذا كذا كذا، فيبتدي إيكارت يكتب له خطاباته ويغذيها ويدخلها له بقى في فورمات لغوي محترم جدا، بحيث انه لما هتلر يخاطب ناس متعلمة ومثقفة يحس ان هو على قدر، ما ينفعش واحد اقل منك يقنعه بفكرة، انت هتحس ان انت الاعلى منه. فإيكارت لعب على الناحية السيكولوجية للمجتمع الارستقراطي او التول سوسايتي اللي هم قاعدين فيه ده، لانه هتلر كان عنده ميزة مش موجودة عند اي حد، وهو انه اوريتر، خطيب، مش اي حد عنده فن الخطابة وان هو يؤثر في الناس والناس تسمع له وتمشي وراه. فبالنسبة له دي كانت ميزة يعني تستاهل جدا ان هو يقعد يغير في هيئة هتلر وسلوكياته ولغته وكل حاجة، يعني عمل له ريستارت من اول وجديد علشان يصل الى مرحلة ان هو ده المسيح المنتظر ورجل المرحلة القادمة. هتلر اشتغل خطابات وناس ويتكلم ويقول وبتاع، جم في سنة 1920 غيروا من الدي اي بي اسم الحزب دي اي بي للناتسي، حزب العمال الاشتراكي. اشتراكي اديكي، هو انت اللي بتقولي اشتراكي، يعني هتلر اشتراكي؟ لا برضه، هنتكلم في الموضوع ده في فيديو لوحده وهنشرحه بالتفصيل. وللحزب اهداف وطلبات اكيد، يعني هما مش مجمعين كده على الفاضي، اكيد لازم يكون ليهم اهداف هيحققوها. اول حاجة فسخ معاهدة فرساي، تاني حاجة استرجاع المستعمرات الالمانية، تالت حاجة توحيد المانيا المركزية، رابع حاجة حرمان اليهود من حق الانتخابات ونحملوهم هم سبب الهزيمة، خامس حاجة رفض الرأسمالية ورفض هيمنة الأعمال التجارية الكبرى. وطبعا طبعا طبعا الفلسفة الأولى والأخيرة هو إنشاء دولة مركزية تحت قيادة رئيس واحد، اللي هو مين بقى ده؟ عارفينه؟ سنة 1921 هتلر لقى أن الدنيا ماشية وفي ناس عمالة بتشارك وهو سبب مؤثر قوي جدا في الحزب، فجاء لهم يا جماعة أنا هستقيل. ازاي يعني يرضيك يهديك ما ينفعش تمشي؟ قال لهم لا انا هستقيل. قالوا له لا مش هينفع تمشي، طلباتك ايه؟ لهم رئاسة الحزب. طبعا هما شايفين مدى تأثيره عامل ازاي، قالوا له ماله خليك انت رئيس الحزب. وقد كان في سنة 1921 تولى رئاسة الحزب النازي السيد أدولف هتلر. في تفصيلة صغيرة كده بقى انا مش هنمشي من قبل ما نقولها، هو شعار اللوجو بتاع النازية. في ناس بتقول انه هتلر هو اللي عمل لوجو النازية لانه هتلر اصلا فنان. هتلر ما كانش جرافيك ديزاينر بيعمل لوجوهات، هتلر كان رسمه تصوير هندسي، يعني اصلا كمان هو مش بس بيصور بيعمل بورتريات وخلاص، ده بيبدع في الرسم الهندسي. طيب حوار بقى السواستيكا واللوجو بتاع النازية ده ايه؟ في الاساس اللوجو ده موجود في معابد الهندوس، لانه اصلا العرق الاري قبل ما يبقى عرق فيه قصه كده حواليه، يعني هي لغه وموضوع ليه علاقه بالهند. فالشعار ده موجود في معابد الهندوس ويعني الحظ الجيد او السعيد يعني. وبعد كده اخذوا التول سوسايتي كشعار لهم، يعني الموضوع ما كانش جديد، يعني تم ابتكاره وقت الحزب النازي، فهم اخذوه في التول سوسايتي. وبعد كده هتلر اخذه، ما عملش حاجه اكتر ان هو دمج الموضوع مع بعض، وكمان يعني دخله مع عالم المانيا. فالسواستيكا اللي هي اصلا في معابد الهندوس وبعد كده اخذها التول سوسايتي، طبعا في مصلحه بالنسبه لهم ان هي شبه الصليب المقلوب شويه، فده برضو من ضمن ايديولوجيات هتلر من ايام فيينا يعني. فهتلر ما عملش حاجه اكتر ان هو دمج الحاجات مع بعض، مش اكتر من كده. والتول سوسايتي كان واخد اصلا السواستيكا كشعار لهم كاريين. هنقف هنا عشان ما نطولش عليكم، والمفروض في الفيديو جاي نحكي عن هتلر ازاي سيطر على الحكم وقدر ان هو بيصعد صعود مفاجئ وسريع جدا. ولكن في واحد ألهمه في طريقة الصعود، هتلر يعني شافه عمل كده قال والله فكرة انا هعملها هنفذها، هو مين بقى؟ موسوليني. هنروح الأول لموسوليني نعرف قصته بسرعة جدا، وبرضو يعني هو هيفك لنا شفرة إذا كان هتلر اشتراكي يساري ولا حاجة تانية، موسوليني اللي هيقول لنا الموضوع ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليوتيوب شانل ولايك للفيسبوك بيج. أشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.